في كل مسرحية بيبقى فيه صراعات، صراع رأسي مع الأقدار مع الزمن، وصراع أفقي مع الآخرين أحياناً مع نفسنا. إيه الصراع اللي كان صراع رأسي في حياة تامر حبيب؟ صراع مع الأقدار. صراع اللي هو أنت فعلاً بقى ما بتقدريش تتدخلي فيها، شبه صراع إن أمي تروح يعني لو عليا مش عايزة تروح. كان عندي صراع قدري تاني، يعني دي علاقة بإن بداية التحقق، إن أنا صار ليالي اللي هو فيلمي الأولاني، يعني خلاص أنا قبليه كان عندي محاولات إن يبقى عندي أفلام تانية وامضي الفيلم وبتاع ويتعطل لأسباب إنتاجية وبتاع، فابتديت أحس إنه لا أنا بتظلم. بس اكتشفت لما نزل صار ليالي، لا أنت كان القدر مأجل لك بس الميعاد إن تبقى البداية دي، لأن البداية دي أقوى ألف مرة من البدايات اللي أنا كنت عايزة أبتديها. عرفت إن الحاجات بتيجي في وقتها المظبوط. بالظبط كده. قلت إن سبب بعدك عن الكتابة هو إن الجمهور اللي أنت بتكتب له عشان تبسطه بيهاجمك بعنف وبيسبك وبيلعنك. طب أنا هبسطك ليه وأنت بتعمل فيا كده؟ صح، حصل في وقت من الأوقات قلت كده، وبعدين اكتشفت إن اللي بيهاجموني وبيشتموني وكل دول مش دول الجمهور اللي أنا بعمل لهم الحاجات. في مواقف معينة خلال السوشيال ميديا كان في كلام في منتهى القسوة وفي منتهى اللي الأدب الحقيقة، أنا آسف إني أقول كده، من ناس يعني إيه، بصت لمرحلة إن أنا قريت بعيني مرة واحد بيقول أنا شفت تامر حبيب ده ماشي في الشارع هقتله. تقتلني ليه يا عم الحاج؟ أنا عملت لك إيه؟ المخرجة إيناس الدغيدي سئلت عنك في طبعا. حوار وقالت في حقك كلمتين أعتقد إن هي كانت تقصد خير، نيتها كانت خير. نيتها كانت خير، ولكن الكلمتين طلعوك على المسرح هجوم ونقد وإساءة جداً وعنف جداً جداً، وتأزمت وقتها، تأزمت وتهزيت. بس كمان أنا ما كنتش أتخيل الناس بالقسوة دي يعني، وهم أصدروا أحكام تشرفك يا ابني. طب ما أنا صراعك مع المجتمع، مع العقول الخربانة عموماً، فكري ولا صراع أخلاقي؟ هو من ده لده، هو كله على بعض. يعني أقدر أقولك أنا بحب البني آدم، البني آدم ده أعظم كائن في الكون، بني آدم يعني بيحس. فأنت ليه تبقى شيء شخص بتدوس على جرحي قوي كده؟ لو كان مين قالك؟ وبعدين ده أنا قاعد بجاهد يا ابن الذين عمري كله، إن زي ما بقولك أنا بحبش أصعب على حد، وبحبش أبان مسكين، وبحب أبان قوي. إيه اللي بتكرهه في المجتمع؟ الإزدواجية الرهيبة المرعبة. ومؤخرا بقيت أشوف القسوة، معرفش هل هي طول عمرها كانت قاسية كده، بس لأنها ما كانتش معلنة من خلال وسائل السوشيال ميديا يعني، والحاجات ما كناش حاسين بيها، ولا الناس بجد بقت قاسية جدا كده؟ ده وده. وهم مش واخدين بالهم إن في ناس يا جماعة ممكن يبقى عندهم درجة من الحساسية إن كلمتك تقتله. على سيرة الإزدواجية، أنت دايما بتقدر المرأة جدا وخصوصا في أعمالك، على عكس اللي شفناه في فيلم تيمور وشفيقة. في تيمور وشفيقة إزاي طلعت شفيقة ممكن تضحي بشغلها وبعملها وبكيانها عشان الراجل اللي بتحبه؟ والله العظيم يا منى، والله العظيم أنا كان قصدي أقول إن ده منتهى الحب والتضحية، ما كانش قصدي أخليه التضحية إني أضحي بكياني. إن ما هو ولع قدامها يا جماعة، ده ولع، ده نزل ما يولع. لا ما يولع ليه؟ لو بيحبني يحبني بكيانوتي. أقول لك حاجة، أنا الأراء يعني الأراء اختلفت جدا. أنا فجأة أولا أنا ما كانش، وبعدين هو بادي جارد، فهو وظيفته إن هو يولع. إنه يولع هي من أخطار الوظيفة بتاعته يعني يولع عشانها أولى من الغريب. أنا أولا ما كانش في اعتباري خالص، ولا كان وحياة ربنا ما كان ترتيبي إنه ما أنا ده اللي بقصده، إزاي ما أخدتش بالك؟ ما أخدتش بالي، منتصب للحب. فنوع الستات اللي اتفرجوا نوعين، نوع اللي هم بتوع جمعية حرة أنا، واللي هو إيه عندها طول الصوت الجهولي وبتاع، دول دايما دايما هتلاقي هم عندهم في مشاكل في العاطفة، يعني في مشاكل في علاقاتهم العاطفية. الستات بقى ذوات الخبرة اللي هم بتاع طب هاتلي بس تيمور وأنا أقعد في أوضتي، ما مش معاك في بيتنا. فشفت دول وشفت دول وأنا بحب التانيين أكتر. لا، وفي ستات متزنة معتدلة. أنا عايزة تيمور وعايزة كياني وعايزة عملي وعايزة نجاحي عايزة حياتي كاملة. بس أنا الحقيقة إن وحياة لو كان حد شاولي عارفة وإحنا شغالين كنت هاخد بالي. لو كتبته دلوقتي ما كنتش هعمل نهاية، ما كنتش هتعمل نهاية خالص.